أولا أنا أود أن أشكر بالنيابة عن مديرية عين وعن سكان محافظة شبة، يعني المشروع الوطني ومشروع مسام الذي قام بهذا العمل الإنساني الجبار بنزع أكثر من 400 لغم، يعني تهدد حياة سكان مديرية عين في ضواحي المديرية خارجها. وهذا المشروع الإنساني العظيم لا يملك إلا الشكر لكل القائمين عليه والداعمين له، في مقدمتهم طبعا المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي دائما كانت ولا زالت سباقة في كثير من الأعمال الإنسانية في هذا البلاد. في هذا اليوم تم تفجير أكثر من 400 لغم عبوة في هذا المنطقة، منطقة المجبجب مديرية عين محافظة شبوة. نشكر القائمين على هذا المشروع، السيد أسامة القصيبي رئيس منظمة مسام. المشروع استطاع في فترة قصيرة أن يحقق نجاحات وإنجازات كبيرة، منها ما تم تفجيره اليوم، منها ما قد فجره من قبل. الشكر موصول للمملكة العربية السعودية وقيادتها، فهي سباقة في الأعمال خاصة في اليمن.